هنكمل النهاردة حلقة الدهون على الكبد، ونعرف ايه هي الاكلات اللي بتزود المشكلة وايه الاكلات اللي بتحسن شوية من حالة الكبد. معظم الناس بتربط ما بين امراض الكبد عامة مع ادمان الكحول، وده مش شرط، يعني هي في حاجات تانية برضو بنستهلكها ما تقلش ضرر عن الكحوليات، زي مشروبات الطاقة، الكيماويات، البيست سايدز اللي موجودة في الاكل، والرش والبيروسول والكلام ده كله، المخدرات، الأطعمة المقلية، الأطعمة المصنعة أو مكررة من الدقيق الأبيض، منتجات الألبان التقليدية، السكر الأبيض، منتجات اللحوم أو منتجات الحيوانية منخفضة الجودة، دي برضو بتعمل مشكلة كبيرة على الكبد. تمام، لكن يظل الكحول أسرع وسيلة لتدمير خلايا الكبد، وكمان السجاير والأكلات المسمنة. الأكل اللي فيه كربوهيدرات عالية، تمام، زي العيش والفريك والرز والذرة والحبوب الكاملة، لأن بتناول الكربوهيدرات المصنعة مستوى الإنسولين بيتصاعد، وبيبقى فيه حساسية، تحسس في الإنسولين، اضطراب، وده أكتر العوامل المسببة لأمراض الكبد كلها. تمام، طيب إيه المطلوب؟ إن إحنا نقرأ الليبل اللي على المنتجات اللي بنشتريها، لو مكتوب كلمة enriched ما نشتريش، أو نريح دماغنا ونشتري منتجات free gluten أو خالية من الجلوتين. الرز البني أفيد من الرز الأبيض. المشروبات اللي فيها نسبة السكر عالية، زي مشروبات الطاقة والمشروبات الرياضية، الصودا، العصائر اللي فيها سكر عالي، متوسط 12 أوقية اللي موجودة في الصودا على سبيل المثال فيها 10 معالق صغيرة سكر، 10، ده كتير جدا، جسمك مش قادر على تحطيم كمية السكر دي نهائي، وبتأثر على الكبد خصوصا لو انت بتشرب على فترات طويلة وبقالك مدة طويلة. 10 معالق سكر كأنك جايب كوباية شاي مثلا وحطيت فيها 10 معالق سكر، ده كتير. تمام، في علاقة ما بين استهلاك الفركتوز مع البدانة واضطراب الشحوم في الدم ومقاومة الانسولين. فاست فود حاجة وحشة جدا، الزيوت المهدرجة، السمنة، انا لحد دلوقتي مش عارفه يعني ايه سمنه، الحاجات دي كلها فيها سموم، ده اللي انا هقدر اقوله، يعني ما فيش اي فايده منها خالص غير ان طعمها حلو مش اكتر. الناس دي بتضحك علينا على فكره عشان هم يكسبوا ويبيعوا مش اكتر. الاكلات اللي بتحسن بقى من حاله الكبد، اولا ان احنا نلتزم نمنع تماما كل اللي اتقال فوق، تمام، لا كحول ولا فاست فود ولا دقيق ولا سكر، مفيش الكلام ده، ونبعد اتليست يعني على قد ما نقدر عن المبيدات والهرمونات، كده كده بناخدها في الاكل مش مستاهله نزود كمان. ممارسه الرياضه ده شيء مهم، الاكل يعني على قد ما نقدر يكون اورجانيك من غير كيماويات، من غير بيستسايدز، مش مرشوش. يعني اكتر حاجه نستهلكها الخضار والفاكهه، لما هتلاقي جسمك ان انت بتدخله خضار وفاكهة بشكل صحي هتلاقي جسمك خس من غير عمليات، من غير ادوية تخسيس، الحاجات دي وحشة جدا، خطر جدا، وهتلاقي جسمك دخله الفيتامينات اللي انت محتاجها. ولازم نعمل رياضة اتليست في اليوم، كل يوم نص ساعة، يعني يكش حتى يكون مشي، بس مشي، مدي شوية وانت بتمشي. الخضار يكون ني يستحسن اولا، ولو الناس بتقرف ممكن نعمله ستيمد على البخار، الفاكهة ما تطبخش. في ناس ما بتحبش تاكل الخضار خالص، نعمله عصير، يعني اي حاجة بس يدخل، وهتدخل فايدته كاملة للجسم. زي ايه الخضار؟ زي الكرنب، الخس، الارنبيط، البروكلي، سبيراجوس، البنجر، السبانخ، كرفس،
الخيار والبقدونس والجزر، حاجات أعشاب زي القرفة والنعناع والريحان والهندباء. جذور الزنجبيل، نجيب جذور الزنجبيل طبق صغير كده حلو، يعني بيعمل كمية ب 12 جنيه تقريبا في السوق دلوقتي. يعني شرايح نغليها ونحطها على كوباية شاي أخضر، نحطها على كوباية مية ونشربها، ديتوكس السنين، تتحط على السلطة. البطاطا الحلوة فيها بوتاسيوم حوالي 700 ميلي جرام في الوحدة، والبوتاسيوم مفيد جدا لصحة الكبد، تمام. فيها فيتامين بي وسي ودي ومغنيسيوم وحديد، وسهلة في الهضم، والسكر بتاعها بيمشي ببطء في الدم عن طريق الكبد، مش محتاجة مجهود. يعني الموز الواحدة فيه 470 ملي، أقل من البطاطا، وحلو برضو في الهضم، وبيطرد المعادن التقيلة من الجسم. جذور الهندباء أو شاي الهندباء، تمام. ميلك سيسل، الميلك سيسل ده هتكلم عنه بعدين باستفاضة، هو ليفر سبورت وباورفول ديتوكسيفاير على مستوى عالي جدا، مش بس في الكبد، في حاجات كتير، وبيستخدموه مرضى ال MS، وبيستخدموه مرضى السرطان، وبيستخدموه الناس كتير جدا، لان هو بينظف الدم وبينظف الكبد من السموم بتاعة المبيدات، الكحوليات، الادوية، البيست سايتس، المعادن التقيلة، ايفن التلوث اللي بيجينا من خلال التنفس، تنفس الهواء، بيستخدم في حالات التسمم. يعني لو حد عنده تسمم في اوروبا والدول المتقدمه بيكتبوا له على الميلك سيسل، تمام. لازم يكون في ميلك سيسل عندك في البيت. الميلك سيسل للاسف مش موجود في الصيدليات، يعني ما تتعبش نفسك وتروح تدور عليه في الصيدليه. هو لو هنلاقيه هنلاقيه في المتاجر، هنلاقيه اونلاين ده رقم واحد، وهنلاقيه في المتاجر اللي هي عامله زي اللي بتبيع المستلزمات البادي بيلدرز او الامينو اسيدز والسكه دي. هو في برضو والله ما اعلم، بس هو يعني في محل اسمه GNC، انا جايباه من بره مصر، ليفر سبورت GNC ده اسم المكان، وهو في ميلك سيسل، تمام. معرفش اللي في مصر بيبيعه ولا لا. ايه كمان؟ الكبدة، كبدة الفراخ، كبدة الفراخ فيها فيتامين A B حمض فوليك، كولين، حديد، زنك، كروميوم، وحاجة اسمها كوكيوتين انزيم. الكوكيوتين انزيم برضو ديتوكسيفاير جامد جدا، مضاد اكسدة، يعني مضاد اكسده قوي جدا، وده موجود كسبلمنتس، موجود في الصيدليات عندنا في مصر. يا يما، هو سعره بسيط، اكيد غلي في الهوجة. ده مفيد جدا، هو عباره عن انزيم بيفرزه الكبد، ديتوكسيفاي للجسم كله، تمام. طيب بالنسبه للسبلمنتس اللي ممكن ناخدها عشان نحسن من حاله الكبد، في فيتامين اي، في حبوب الكركم لو معرفناش نجيبها من عند العطار، حوالي كبسولة كل يوم 450 ملي، في زيت حبة البركة. حلو الكلام. طيب نبطل ناخد أدوية عمال على بطال، ونبطل نعمل التوليفة بتاعتنا الحلوة بتاعت الدواء، يعني نجيب دواء مش عارف القولون على دواء بتاع الكبدة على دواء بتاع الزغطة وبتاعة العطس، يلا سلطبيطة يبقى نترفعها كلهم مرة واحدة. لأ، ويا ريت نلتزم بالجرعة المكتوبة، سواء الدكتور اللي كاتبها، سواء الصيدلي هو اللي كاتبها، سواء حضرتك هتاخدها من دماغك. يا ده اقتصاد حلو، يعني مش هنيجي نقول زي الصعايدة النكتة الرخمة اللي بتتقال عايز يخف فخد الدواء كله مرة واحدة. غلط طبعا، تمام. بس بقى الحلقة اللي جاية بإذن الله إن شاء الله هعمل ريسيبيز للديتوكس الكبد، الوصفات اللي احنا ممكن نستخدمها عشان ننظف الكبد. شكرا.
شكرا جزيلا.